السلام عليكم شباب، اليوم انا وعمار بدنا نسوي عمار بس شوية اسكت بعدين بدي احكي. اليوم انا وعمار بدنا نسوي فيديو جديد مع الاستر ايج اللي هو اثار الحرب بالمدينة الفرنسية اللي هي اسمها بريس دي تاهور. هذه المدينة اللي شهدت يعني حرب هنا صارت، تعرفون الحروب تؤدي الى مأساة وتفكك في الشعوب. فهنا الاستر ايج شوية حزين يعني صراحة. انا كل ما جاي اشوفه شوفون هاي هنا اللايتات، هسه شوفوا مكاننا احنا وين هنا بالخارطة، بتشوفون وين موجه وجهي هنا هذا المثلث وين دا يروح على هذيك البناية الزرقاء. هاي البناية الزرقاء تجون تطبولها. طبعا هو شوية حزين هذا تعال عمار قنبص على اساس هذه مو مدينة صاير بيها حرب، وهاي فهنا أنا ام وطفل مالتها ديبتشون ورا هذا الباب. شوف ده تحاول السكتة. هو يريد يبكي وهي تحاول السكتة. شلون نخليها تبكي؟ عمار تعال شوف شنو طلع عندي. تعال مفتاح مطك مخصوص. تعال شوف شنو طلع عندي. طيب عليك صار عندي نوب استر ايك ثاني. صار مال كي بولت الفايف بولت. با انت روحك خلي اخذه والله. هذا الكي بولت السريع صار استر ايك. با خلي خمسه. هذا كي بولت. احنا جينا اذا نفتح استر ايج طلع عندنا استر ايج ثاني اللي هو السلاح يصير يضرب مثل الشوت جان فقط كي بولت. اقتل روحي. السلاح هذا بيدك. لك جد تحب اقتل روحي. هو هذا ديش مرة أرد أقول لكم يا ولد أرد أفتحه حتى أفجر بيه دبابات. مي انفتح عندي بس كي بولت. هذا يخلي خمسة ويضربهن. هاي راح أخلص كلهن كي بولت. والله خلينا نسمع بلكي هنا يرجع صوت. ما سمعت شيء تدراني. أنا سمعت. أنا ما سمعت شيء بالبداية بس ما بكت المرة. هذيك المرة أنا سويتها المرة تبكي والطفل يبكي، اثنيناتهم يبكي والله يعني قد يعني فالصوت كلش حزين ويقهر. زين بس هسه لا هسه دا يبكي الطفل وهي السكتة. بس أما هذا الأستر إيج هذا الثاني اللي اشتغل عندي مال كي بولت وهاي كارثة. هذه ما مقصود صار. رجع السلاح. شلون رجع السلاح؟ ما ادري. تعال بالله تعال راح اقتل نفسي بالله اخذه عمار. ماشي اوكي اخذت سلاح عادي. اي طلع لي بس انا ما اخذ القفير. القفير ما 90 سنايبر. طلع لك وين؟ ما هو بيدك سلاح كامل. اي أيوة والله هذا صحيح. شوف السلاح يعني غير شكل. انا هم طلع لي هاي شنو من نسوي الاستر ايج يطلع لو شنو مدى افتيم يعني يجوز. والله تعال خل نسمع. تعال جنبص جنبص. ماكو شيء. هاي انتهت. المهم شباب هذا كان الاستر ايج مال هذا الماب الجديد الليلي اللي يشبه اميان. دليتكم من تروحون وشلون تسوونه.
يعني اذا تحب تطلع وتتوسع اكثر بهاي اللعبه. طبعا هذا فقط يضرب كيبلت. اقول لك والله ما يطلع شلون قتلتك اذا تحول. هذا فقط حاليا يضرب كيبلت صلي اللي هذني. شوفين هذني فقط كيبلت. هذه كل طلقه اذا دبابه ياكل منها 9 10 7 8 حسب الضربه. فيعني تبلش الدبابه بسرعه يعني. يعني هي تقول فتحتاج 15 طلقه، فانت راح تعبي خمسه وتضربها هيك على السريع. ما معقوله هو هم ما حد مدمجها وياك، فراح تتفجر الدبابه. واكو فد نوت، فد نوت يعطيك اياه انه تقتل بكيبلت ثلاثة فيركل، مو شرط دبابة، حصان تعتبر فيركل يعني آلية، يعتبر الحصان آلية، المطار يعتبر آلية، السيارة الصغيرة تعتبر آلية، الدبابة يعني طيارة. فأنت بهاي الطريقة ما أعرف أنا هذا السلاح الكيبلت هذا ما مفتوح لي قبل. لهنا انا راح انهي الفيديو لان راح يصير فيديو طويل وراح يصير ما له علاقه بالموضوعيه، نخرج عن موضوعيه الفيديو. يلا مع السلامه شباب. قول عمار مع السلامه شباب. هلا نفس قبل شويه ماشي هاي متت احسن لك. مع السلامه شباب.